فأنا بشكركم شكرا جزيلا على وجود حضراتكم معنا. ممكن بقى وإحنا بنقرب على آخر الحلقة كده يبقى عندنا شيء مبهج ونهاية لطيفة وسعيدة، ومفيش حاجة ممكن تبقى أبهج وألطف وأفضل من الفن، وبالتأكيد لما تروح للفن يبقى عايز تتعامل مع نموذج براق وناجح وممتع بفنه وبأدائه زي النجمة الكبيرة درة اللي موجودة معانا على التليفون. أنا عارف إنها كانت بتحضر مهرجان فينيسيا، وهي دلوقتي كمان عندها فيلم قرب إنه ينزل، فيلم كان لافت قوي اسمه في الحقيقة بالنسبة لي، فيلم اسمه الكاهن. الصور اللي هي بعتتها من فينيسيا صور الناس كلها أقبلت على متابعتها وشافتها. هو الفنان لما بيبقى محبوب ولما بيبقى له مكانة خاصة كمان بتبقى الناس عايزة تشوفه في كل أحواله وفي كل اللحظات أو الساعات اللي بيقضي بيها يومه. فدرة كانت في مهرجان فينيسيا، مهرجان من أهم المهرجانات على المستوى الفني السينمائي في العالم، طبعا ده في إيطاليا، وجذبت الأنظار هناك بنف عند أرض الطليان، يعني عند الطليان، وجذبت النظر كمان بالشياكة التي تليق بها. برحب بوجودك معانا.